بسم الله الرحمن الرحيم. انطلاقا من ساحة التغيير في صنعاء، من هنا نضع أول لاصق لصورة الشهيدة عزيزة عبد عثمان التي استشهدت في مسيرة تعز الكبرى في 16/10/2011، وبالتزامن مع إحياء هذه الفعالية بعنوان الثورة عزيزة، تقوم مؤسسة شباب التي ترأسها الأستاذ رشدة العمري بالتعاون مع حركة الشباب الأحرار. ومن هنا ومن أمام حركة الشباب الأحرار نضع أول لاصق للشهيدة عزيزة عبد عثمان على بركة الله. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. عزيزة لن ننسى، عزيزة ولن ننسى تعز ولن ننسى أم عزيزة. لن نقول لك، لن نقول عزيزة ما تكفل، نقول عزيزة شهيدة وروحها معنا عند كل إنسان قلبه في الثورة وقلبه في الوطن الجديد الذي سوف يبتني لشباب اليمن الجديد. رئيس حركة الشباب الأحرار المنسق العام للحركة يقوم بإلصاق أول صورة في شارع الحرية. طقي بس تبع من السالين، تبع ملك الكباب مال الهوش. لقد جاي يبعد ها ناس مش للفيديو بخر يا عم، بخر يا عم. كفى، شيل الورقة، المكان المناسب. الفريق ما يقدموا قام يضربونا قمني قمت الفريق حتى اي قدموا شوف انا السيارة الله